بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلابا وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغتنا الجميلة. في هذه الحلقة سنتناول موضوعا بعنوان التشبيه. أحبائي، في هذه الحلقة سنكون مع ثلاثة أجزاء. الجزء الأول سيكون مع الفهم والاستيعاب، أما الجزء الثاني فسيكون مع التشبيه، مع مهارتنا لهذا اليوم، وفي الجزء الثالث سنكون مع التدريبات. تعالوا بنا. هي عكا تتألق كفتاة في جمالها، بل هي مثل طفلة ببسماتها الخجولة البريئة، أو ربما تشبه أميرة تختال بملاءتها البهية. هي كحلم أمام البحر الذي أصبح كعريس متلهف يقبل راحتيها ويتلهف ليقترب منها هاتفا: رويدك يا طهورة، ها أنا قادم لك يا مدينة تتألق دوما كالأميرة، أهديك أزهارا كالعطر تفوح، وأحلام شباب كالذهب بالحسن يبوح، رفقا بقلب البحر يا أميرة، لا تجرحي أبدا شعورا. أحبائي، تعالوا بنا الآن لنعبر عن فهمنا لهذه القطعة. أجب عن الأسئلة الآتية: ما علاقة عكا بالبحر كما تفهم من القطعة؟ تأمل معي هذه الصورة. مدينة عكا يحيط بها البحر من ثلاثة اتجاهات، وكأنني أقول لك: أين تقع مدينة عكا؟ ستكون الإجابة الآن: تقع مدينة عكا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. سؤال آخر: ما صفات مدينة عكا التي أعجبت الكاتب بحسب فهمك للقطعة؟ تعالوا بنا نعود إلى القطعة مرتان أخرى. تأمل معي، هي عكا تتألق كفتاة في جمالها، وكأنني أقول: هي جميلة، صفة أولى، بل هي مثل طفلة ببسماتها الخجولة البريئة، ببسماتها الخجولة البريئة، وكأنني أقول: بل هي مثل طفلة مبتسمة، أو ربما تشبه أميرة. أميرة علو مكانة، أي أن عكا بالضبط راقية. هي كحلم أمام البحر، وكما رأينا كحلم أمام البحر، تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، رائعة الموقع. رويدك يا طهورة، طهورة تدل على النقاء، أي يا نقية. الصفات أبنائي، صفات مدينة عكا التي أعجبت الكاتب: الجمال، الابتسامة، علو المكانة، الموقع الجغرافي، والنقاء. وإلى سؤال آخر: قدم البحر هدايا لعكا، حددها. لكي نجيب عن هذا السؤال، تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى الجزء الثاني من القطعة. يا مدينة تتألق دوما كالأميرة، أهديك، أعطيك، أقدم إليك، انظر، أزهارا كالعطر تفوح، وأيضا أحلام شباب كالذهب. إذن ماذا قدم البحر لمدينة عكا؟ لقد قدم لها كما نرى على الشاشة، قدم لها الأزهار الجميلة العطرة، كما قدم لها أحلام الشباب وآمالهم. أحلام الشباب، لماذا استخدم الشاعر لفظة أحلام بالجمع مع الشباب ولم يستخدم اللفظة حلم؟ سنقول:
لأن أحلام الشباب كثيرة ومتعددة ومتنوعة، تختلف من فرد إلى آخر. والآن أوجه لك هذا السؤال: ماذا تتمنى أن تكون في المستقبل؟ أحدكم يقول: أريد أن أكون طبيبا، والآخر يقول: أريد أن أكون مدرسا، وأسمع أحدكم يقول: أريد أن أكون صانعا. أهم ما في الأمر أن نخدم الوطن. سؤال آخر: لتأتي بمرادف الكلمة باللون الأحمر مستعينا بالكلمات المعطاة. انظر إلى الكلمات: متشوق، انتشر، تتزين، المبتسمة، الحية. الجمل: عكا تتألق كالعروس، عكا تشبه الطفلة الخجولة، البحر متلهف لرؤية عكا، فاح عطر الأزهار. الجملة الأولى: عكا تتألق كالعروس. ماذا تفعل العروس يوم عرسها؟ بالضبط، إنها تتزين. إذن وكأنني أقول: عكا تتزين كالعروس، عكا تشبه الطفلة الخجولة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء شعبة من الإيمان. معنى ذلك: الخجل يساوي الحياء، الخجولة الحيية. البحر متلهف لرؤية عكا، وأنا متلهف لرؤية عمي في مصر. معنى ذلك: أنا متشوق، فالبحر متشوق لرؤية عكا. فاح عطر الأزهار، فاح بمعنى بالضبط انتشر. فلتكن مبتسما عزيزي الطالب، ولننتقل إلى سؤال آخر. لتأتي بمضاد الكلمة باللون الأحمر مستعينا بالكلمات المعطاة. تتعجل، النجس، يخفي، يكشف، القسوة. الجملة الأولى تقول: صديقي السر ولا يبوح به، يحثنا الإسلام على الرفق بالحيوان، لا رويدك صديقي، لا في اتخاذ القرار، نتوضأ بالماء الطهور، لا فراغ. الجملة الأولى: صديقي السر ولا يبوح به، يبوح بمعنى يكشف، ومضاد يكشف بالضبط يخفي. يخفي صديق السر ولا يبوح به، لأن السر أمانة. يحثنا الإسلام على الرفق بالحيوان، لا الرفق العطف والحنان، ومضاد العطف والحنان بالضبط القسوة. رويدك يحمل معنى الأمر، أي تمهل. مضاد رويدك، انظر، تتعجل. رويدك صديقي، لا تتعجل في اتخاذ القرار، نتوضأ بالماء الطهور، الطهور النقي النظيف، ومضاد الطهور يكشف بالطبع، لا سنقول النجس. تبقى لدينا كلمة واحدة وهي فعل يكشف. تعالوا بنا نكشف عن السؤال التالي: لنوفق بين الأسلوب ومسمى. تشبيه، نفي، نداء، نهي، أمر، مسميات لأساليب. يا مدينة تتألق، لا تجرحي أبدا شعوره، رفقا بقلب البحر، عكا تتألق كفتاة جميلة. لنجيب عن هذا السؤال فإننا نحتاج إلى مفاتيح. انظر إلى المفتاح الأول في الجملة الأولى: يا حرف نداء. معنى ذلك: الأسلوب هنا أسلوب نداء، أداته يا. انظر المفتاح في الجملة الثانية: لا، لا تجرحي أبدا شعوره. لا، هل هي حرف نفي؟ سنقول نهي، وهو منع حدوث الشيء. رفقا بقلب البحر، انظر، رفقا بمعنى عطفا،
وكأنه يطلب مني بالأمر أن أفعل هذا الشيء. أي الأسلوب هنا أسلوب أمر. عكا تتألق كفتاة جميلة، حرف جر يفيد التشبيه، أسلوب تشبيه. تبقى لدينا كلمة واحدة لا حاجة لنا بها وهي نفي. أحبائي، عبارات مرت بنا في القطعة تحمل مهارة التشبيه. نريد أن نتعرف الآن، ما التشبيه وما أركان التشبيه؟ لنعرف ذلك ابقوا معنا بعد فاصل قصير. أحبائي، ها قد عدنا إليكم مرة أخرى وكنا قد سألنا هذا السؤال، ما التشبيه؟ لنتعرف إلى التشبيه تعالوا بنا الآن نستعرض هذه الأمثلة. تأمل معي هذه الصورة لمدينة عكا، أما الصورة الثانية فهي لفتاة. الآن أريد أن أربط بين عكا والفتاة. سنربط بينهما برابط وهي أداة، على سبيل المثال الكاف. ستكون الجملة الآن: عكا كالفتاة. تأمل معي، هل عكا المدينة كالفتاة تمتلك عينين؟ أم عكا كالفتاة في مظهرها؟ أم عكا تشترك مع الفتاة بصفة من صفاتها؟ بالضبط، إنها تشترك مع الفتاة بصفة من صفاتها، وهي صفة الجمال. فقلنا عكا كالفتاة في جمالها. الآن لدينا جدول، في هذا الجدول لدينا أربعة أركان: المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. هذه الجملة تحتوي على الأركان الأربعة. انظر، المشبه هنا: لقد شبهنا مدينة عكا، فالمشبه عكا. أما المشبه به: شبهنا مدينة عكا ب، بالضبط، الفتاة. أداة التشبيه الرابط الذي استخدمناه هو حرف الجر الكاف. أما وجه الشبه ونقصد هنا الصفة فهي الجمال. التشبيه له أربعة أركان: المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. وأداة التشبيه هنا حرف. ننتقل إلى مثال آخر: ممرضة، وردة. سنقول هنا لدينا ممرضة ولدينا هنا زهرة، ما الذي سيربط بينهما؟ انظر، مثل. سنكون الآن جملة فنقول: الممرضة مثل الزهرة. انظر إلى الممرضة، انظر إلى الزهرة. الممرضة مثل الزهرة في شكلها. ما الصفة التي اشتركت بها الممرضة مع الزهرة؟ سنقول: في رقتها، المعاملة الحسنة. الآن سنقوم بتوزيع أركان التشبيه على الجدول. المشبه، قلنا لقد شبهنا الممرضة. بماذا شبهناها؟ لقد شبهناها بالزهرة. وما أداة التشبيه؟ ما الرابط هنا؟ انظر، مثله. هناك قلنا الكاف حرف جر، حرف،
أما هنا مثل فهي اسم. وجه الشبه في رقتها الصفة الرقة. أحبائي، هل نستطيع أن نحذف ركنا من هذه الأركان؟ انظر معي، وجه الشبه يجوز حذفه، فما الجملة الآن؟ الممرضة مثل الزهرة، وعليك أن تضيف الصفة المشتركة بينهما. وإلى مثال آخر، كما نرى على الشاشة الأم، وهنا لدينا البحر، نريد الرابط، الكاف مثل، انظر يوجد لدينا أيضا تشبه، وتشبه فعل. الجملة ستكون الأم تشبه البحر. في ماذا تشبه الأم البحر؟ ما الصفة المشتركة هنا؟ هل الأم تشبه البحر في موجه؟ بالطبع لا. في وسعه؟ بالطبع لا. سنقول في عطائه، فالبحر عطاؤه كثير والأم أيضا. الآن انظر، المشبه، المشبه به أداة التشبيه، وجه الشبه. المشبه هي بالضبط الأم. أما المشبه به فقلنا البحر. أداة التشبيه الكاف مثل، انظر تشبه فعل. وجه الشبه في عطائه، أي العطاء. حذفنا وجه الشبه في المثال السابق، انظر معي الآن، قمت بحذف أداة التشبيه، يجوز حذفها، وكأنني أقول الأم بحر في عطائها. وإلى مثال آخر، انظر الأسنان، ولدينا هنا اللؤلؤ، أريد الرابط، الكاف مثل، تشبه أيضا كأن، وهو حرف من أخوات إن، يفيد التشبيه. الجملة ستكون كأن الأسنان لؤلؤ، الصفة المشتركة. انظر إلى الأسنان، ستقول في لمعانه. قم بتوزيع الآن أركان التشبيه على الجدول. المشبه بالضبط الأسنان، المشبه به اللؤلؤ، أداة التشبيه كأن، أما الصفة المشتركة في لمعانه فهي اللمعان. الآن سأقوم بحذف ركنين من أركان التشبيه، وهما أداة التشبيه، قلنا يجوز حذفها، أيضا وجه الشبه ويجوز حذفه. ستكون الجملة الآن، أعزائي الأسنان لؤلؤ. هل نستطيع أن نحذف المشبه؟ هل يحذف؟ انظر لم يحذف. هل نستطيع أن نحذف المشبه به؟ انظر لم يحذف. فهما طرفا التشبيه أو ركنا التشبيه الأساسيان. فما التشبيه؟ التشبيه عقد مقارنة بين طرفين أو شيئين، الأسنان اللؤلؤ، يشتركان في صفة واحدة، قلنا وهي صفة اللمعان، يزيد أحدهما على الآخر في هذه الصفة، والذي يزيد المشبه به باستخدام أداة للتشبيه، قلنا الكاف كأن، كما قلنا مثل ويشبه.
أركان التشبيه: المشبه، المشبه به، وجه الشبه، وأداة التشبيه. وقلنا المشبه والمشبه به هما ركنان أساسيان في التشبيه. من أدوات التشبيه: الكاف كأن حرفان، يشبه فعل، ومثل اسم. ها قد وصلنا إلى التدريبات، وسنكون مع التدريبات بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. ها قد عدنا إليكم أعزائي الطلاب مرة أخرى، وكنا قد توقفنا عند التدريبات. تعالوا بنا الآن لنجيب عن بعضها. التدريب الأول: وزع أركان التشبيه في الجمل التالية بحسب ما هو موضح في الجدول. الرجل كالأسد في شجاعته، المشبه، المشبه به، وجه الشبه، أداة التشبيه. المشبه هنا أبنائي هو بالضبط الرجل. أما المشبه به فقد شبهت الرجل ب بالضبط الأسد. وجه الشبه بينهما الصفة المشتركة، انظر، في شجاعته، وكأنني أقول الشجاعة. تبقى لدينا ركن واحد وهو أداة التشبيه، وهي الكاف. جملة أخرى: كأن المعلمة أم في حنانها، المشبه، انظر، المعلمة، المشبه به، الأم، وجه الشبه في حنانها، الصفة ستكون كما نرى الحنان، أما أداة التشبيه فهي كأن. جملة أخرى: سنابل القمح مثل الذهب في لونه، المشبه هنا السنابل، وهي سنابل القمح، المشبه به، شبهت هنا سنابل القمح ب بالضبط الذهب، وجه الشبه في لونه، سنقول اللون، وهو اللون الأصفر، أما أداة التشبيه فهي مثل. جملة أخيرة: الطفل يشبه الملاك في هدوئه، المشبه بالطبع سيكون الطفل، أما المشبه به فهو الملاك، وجه الشبه في هدوئه، ما الصفة؟ هي كما تقول الهدوء، أما أداة التشبيه فهي فعل، وهو يشبه. ننتقل الآن إلى تدريب آخر. بين ركن التشبيه المحذوف في الجمل التالية. لدينا ثلاث جمل: الكتاب مثل الصديق، الطفلة زهرة في رقتها، العلم نور. الكتاب مثل الصديق، ما المحذوف هنا؟ بالضبط ستقول وجه الشبه. الكتاب مثل الصديق، الصفة المشتركة الفائدة أو المنفعة، سنقول الكتاب مثل الصديق في منفعته. الطفلة زهرة في رقتها، إلى ما نفتقد في هذه الجملة؟ بالضبط إلى أداة التشبيه. العلم نور، سنقول كلاهما، أي وجه الشبه وأداة التشبيه. إلى تدريب آخر: لنكمل كل أسلوب تشبيه مما يلي بوجه شبه مناسب. الماء كالمرآة، ما الصفة المشتركة؟ ما وجه الشبه؟ سنقول في صفائها، في صفاء ماذا؟ المرآة. المعلم مثل الأبي، في ماذا؟ ما الصفة المشتركة؟ ما وجه الشبه؟ انظر، في عطائه، في عطاء من؟ الأب.
كأن الثلج قطن، الصفة المشتركة، وجه الشبه في نصاعته. أما الجملة الأخيرة فتقول: المدرسة تشبه خلية النحل. في ماذا بالضبط؟ هي الصفة المشتركة بينهما في نشاطها. هكذا أبنائي نكون قد وصلنا إلى سؤال الحلقة، وقد تعودنا دائما أن نجيب عن هذا السؤال بأنفسنا، ثم بعد ذلك نعرض الإجابة على والدنا في البيت، ومن ثم على معلمنا في المدرسة، وأنا على يقين أن الإجابة ستكون صحيحة بإذن الله تعالى. والسؤال يقول: النجوم، القمر، الصخر، اجعل من كل كلمة من الكلمات السابقة مشبها به في جملة من تعبيرك. وبهذا السؤال نكون أبنائي قد أنهينا هذه الحلقة، وكل أمل أن تعم الفائدة عليكم جميعا. سعدت بلقياكم، دمتم للعلم شموعا، ودام العلم لكم نبراسا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.